الجوية وبليس أينما كنتم. متتبعي ومشاهدي قناة حياة الجزائرية، أهلا بكم. توقعات أحوال الطقس نهار اليوم العشية إن شاء الله. وبداية صورة القمر الصناعي توضح لنا استقرار في حالة الطقس على كامل مناطق الوطن. لمعلومات أكثر شوفوا الوضعية الجوية لمساء اليوم. بالنسبه لحاله نهار اليوم العشيه ان شاء الله راح نشاهدوا بعض الاجواء اللي راح تكون من صافيه الى غائمه جزئيا، راح تكون في كل من المدن الشماليه ووسط الصحراء، باقي ولايات الوطن راح يعرفوا جو صافي ومشمس. بالنسبه للملاحه والصيد البحري مشاهدينا مساء اليوم بحول الله، البحر راح يكون كثير الاضطراب في السواحل الشرقيه وسرعه الرياح فيه تكون من 30 ل 35 كيلومتر في الساعه، بينما يكون قليل الاضطراب في السواحل الغربيه والوسطى وسرعه الرياح فيه ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعه. نروحوا نشوفوا درجات الحراره مع العشيه ان شاء الله. بالنسبة لدرجة الحرارة المساء اليوم بحول الله، كدرجة حرارة صغيرة راح تكون 22 درجة وراح تكون في كل من ولايات الجزائر العاصمة وبجاية وعنابة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة راح تسجلوها في وسط الصحراء في عين صالح 41 درجة، راح تسجل 38 درجة في تندوف، 34 درجة في بشارت، 28 درجة راح تكون في البيض، و27 درجة راح تكون في ولاية تلمسان. إذا مشاهدينا هادو كانوا توقعات أحوال الطقس لمساء اليوم بحول الله، راح نشوفوا الغروب تاع نهار اليوم على قداش راح يكون. بالنسبه للغروب اليوم الثلاثاء بحول الله راه يكون على 7:57 دقيقه. ولمزيد من المعلومات زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الويب. شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه، في امان الله. قدمت لكم الأحوال الجوية وبليس أينما كنتم.